أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي المنوع بعيدا عن السياسة. قام الشقيقان قرموط بإنشاء مشروع صغير متمثل في إقامة دفيئة زراعية على سطح منزلهم، حيث ضمت الدفيئة لأول مرة زراعة المورينجا في قطاع غزة وبعض النباتات التي تستخدم كعلاج، إذ تجري عملية التجفيف والطحن داخل غرفة صغيرة في منزلهم. كما تمكنوا من صناعة منتجات طبيعية علاجية، منها زبدة المكسرات والزعتر والدقة والمورينجا، ويتم تسويق هذه المنتجات عبر مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. أتمت تركيا بنجاح اختبارات الطيران لنظام سوندا الصاروخي الذي تم تطويره عبر تقنية المحرك الهجين لاستخدامه في المركبة الفضائية غير المأهولة التي سترسلها أنقرة إلى القمر عام 2023. وتأتي هذه الاختبارات تتويجاً لجهود يبذلها مهندسون أتراك لتطوير محركات صواريخ قادرة على نقل البلاد وبقوة إلى أعلى المستويات في سباق الفضاء العالمي. كشفت شركة أودي الألمانية عن التصميم الداخلي لسيارتها الكهربائية القادمة Q4 A-tron التي تضم بعض التقنيات الجديدة، ويتمثل محور ما طرحته أودي للمرة الأولى في شاشة عرض الواقع المعزز الجديدة على الزجاج الأمامي، وهو ما يوفر للسائق مجال رؤية أوسع ورسوماً متحركة أكثر دقة وتقدماً. وتقول أودي إن نظام الواقع المعزز الجديد يولد أكثر من 1000 إشارة من المستشعرات في جميع أنحاء Q4 لمعرفة مكان ووضع السيارة في جميع الحالات. طورت وكالة ناسا وسادة تدفئة ذاتية التنظيم يمكن حملها وطيها بسهولة ويسر، وتوفر الوسادة حرارة ثابتة تصل إلى 45 درجة مئوية، وصممت بواجهة داخلية معزولة وبوزن خفيف جداً، ويمكن شحنها بواسطة منفذ USB ولا يتجاوز ثمنها 50 دولاراً. ظهرت مؤخراً دراجة نارية جديدة عالية الأداء تعمل بالكهرباء بالكامل من شركة دافنشي داينامكس الصينية، وتتميز الدراجة بقدرتها على التوازن الذاتي عند الإحساس بالسقوط ومتابعة الحركة، كما أنها تستطيع استخدام نظام تحكم ذاتي يدمج عدة محركات مختلفة بسلاسة. وتتسارع الدراجة الجديدة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3 إلى 4 ثوان، مما يعني أنه يجب على السائقين التمسك بقوة عند الانطلاق بسرعة. انطلقت في العاصمة الأردنية عمان الحملة الوطنية للنظافة العامة في جميع محافظات المملكة بهمتنا نحمي بيئتنا، وأشار المشاركون إلى أهمية أن تكون المحافظة على البيئة نهج حياة نعيشه، مشددين على ضرورة رفع مستوى التوعية بشأن الممارسات الخاطئة المضرة بالبيئة والأماكن السياحية.
نجح الشاب العراقي إسماعيل عبدالله من ناحية روفيا التابعة لمحافظة دهوك في صنع سيارة صغيرة الحجم، لكنها تختلف في التصميم والشكل الخارجي والمواد التي استخدمت في صناعتها عن السيارات الأخرى، مستفيداً من عمله في محل لتصنيع الدراجات الهوائية والنارية والمولدات الكهربائية. واستخدم إسماعيل مخلفات المولدات الكهربائية والدراجات الهوائية والنارية في صنع سيارته الصغيرة التي بلغت كلفتها نحو 600 دولار أمريكي، بالإضافة إلى استخدام بعض مخلفات المواد الأخرى مثل الأبواب والشبابيك والثلاجات وغيرها. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. تعد الزراعة المائية شكلاً من أشكال الزراعة التي تعتمد على الماء بدلاً من التربة وعلى العناصر الغذائية المركزة في محلول الماء لتغذية النبات. هنا في هذا المكان يدير رائد الأعمال المصري عبد الرحمن أحمد ناصف مزرعة مائية يزرع فيها نباتات ورقية كريحان الإيطالي الطازج والتوابل والأعشاب العطرية، وتوفر طريقته في الزراعة 95% من الماء الذي يستخدم في الزراعة التقليدية. الشاب عبد الرحمن أسس مشروعه عام 2017، وهو ينتج منذ ذلك الحين ويبيع مجموعة متنوعة من الخضروات الورقية. نظراً لمحدودية كمية الماء الذي يستخدم، فإن إنتاج هذا النوع من الزراعة يعادل أضعاف إنتاج نفس المساحة من الزراعة السمكية أو النباتية في الأماكن المفتوحة وبالطرق التقليدية. المشروع المقام على مساحة فدان واحد ينتج سمك البلطي وخضروات ورقية طازجة باستخدام فضلات السمك سماداً طبيعياً في دائرة مغلقة، فيستزرع السمك ويربى في أحواض حيث يضع فضلاته ليتم ترشيح المياه بعد ذلك لفصل تلك الفضلات واستخدامها في تغذية النبات حيث تعد سماداً طبيعياً لها.
نعمل اليوم على إيضاح طريقة الليزك، ما هي مساوئها ومحاسنها حسب الطريقة التي سنعمل بها. طريقة الليزر كما تعلمون هناك طريقتين لها، عن طريق الشريحة وعن طريق قحط المخاطية. ما هي الأسباب التي نرجح فيها عن طريق قحط المخاطية أو عن طريق رفع الشريحة؟ قحط المخاطية لها عدة أسباب. أول شيء نقحط المخاطية خارجيا ونعمل الليزك في الطبقة الخارجية الصلبة من القرنية دون انقسامها. والسبب في ذلك هو أولا رقة القرنية، إذا كانت القرنية رقيقة جدا لا تسمح لنا برفع شريحة وتطبيق الليزر تحت الشريحة، لأن هناك عدة أسباب، من أهمها أن يكون تحت الليزر لدينا 350 ميكرون كأرض تحتية لحتى ما نتعرض بالمستقبل لأمور سلبية. الناحية الثانية طلب المريض، بعض المرضى يطلبوا منا أنه ما بده رفع شريحة، بدهم بشكل عام عن طريق قحط المخاطية كما لديه معلومات مفضلة. الناحية الثالثة هناك بعض المهن، نحن على طول إذا كانت الدرجة قليلة أو الدرجة صغيرة نفضل أنه عمل الليزر عن طريق القحط المخاطية للأسباب التالية، لكي لا نترك أثرا في القرنية أو نعمل مجال ضعف فيها. المهن من أهم المهن، بعض المهن لا يريدون أن يعلم أحدا أنهم عملوا ليزر أو في أثر للليزر فيهم نتيجة قبولهم في بعض المسالك، مثل الطيارين، ضباط الجيش، والملاكمين الذين قد يتعرضون لضربة إذا كانت عن طريق رفع الشريحة، احتمال في أي وقت وإن كان بعد سنوات عديدة تحرك مكان الشريحة. وهناك بعض المهن مثل الحدادين واللي يشتغلوا في مجال الحدادة لكي ما تدخل شضية أو شيء، أو في مناجم الحجر لكي لا تدخل أي قطعة حجرة فوق الشريحة. عندما تدخل أي قطعة أو جسم أجنبي فوق الشريحة ونحاول نحن تنظيفها بالطريقة الميكانيكية قد يثقب مكان الشريحة أو يتحرك من مكانه، مما يسبب لمضاعفات في المستقبل وبقاء لطخة دائمة قد تؤثر على مجال النظر. لما بدون شريحة كما حكينا البيريكا لاسيك ونوتاتش، أما عن طريق الشريحة متى نعملها؟ عن طريق رفع الشريحة. رفع الشريحة كما تعلمون ليزق مباشرة عن طريق المشرط وعن طريق جهاز الفيمتو. جهاز الفيمتو ليس جهاز ليزق وإنما عن جهاز يساعدنا في رفع الشريحة. فهناك طريقة انتراليز عن طريق الجهاز وطريقة الفيمتو ليزك. الأمور متى ترجح عن طريق رفع الشريحة؟ عندما تكون عندنا سماكة القرنية كافية بناء على طلب المريض، وإذا ما كان هناك أي عائق في القرنية لا في لطخ ولا أمور ثانية ويمكن إدارتها بأي وسيلة وبشكل بسيط. طبيعي عن طريق الطريقة الثالثة التي أحدثت حاليا هي عن طريق السمايل. السمايل كما تعلمون أحدث طريقة في الليزك، ولكن هناك ترجح لعدة أسباب من أهمية. إذا كانت سماكة القرنية رقيقة جدا ولا تسمح بأي نوع من أنواع الليزك حسب درجة المريض، والناحية الثانية موضوع النشفان، لأن عندنا موضوع النشفان أهم عامل سلبي بعد عملية الليزك يواجهه المريض. فلأن طريقة السمايل عن القرنية عن الطريق الجانبي تدار بدون قحط المخاطية، مما لا تسبب نشفان بشكل قوي كالطرق الثانية عند المريض. وشكرا لكم أخوتي المشاهدين.